لن تنجح أي مؤامرات ولن تنجح أي ضغوطات في تغيير موقف الجزائر، نحن نثق بهذا، ولن تنجح أيضا الضغوطات في تغيير مواقفنا، وسنظل كما نحن، والجزائر نحن نثق ومتأكدون أنها ستبقى كما هي. وحدة الموقف في الساحة الجزائرية بين الشعب والدولة ترسم صورة مشرقة للموقف الجزائري الداعم للقضية الفلسطينية. كانت الجزائر دوما مع فلسطين، ويكفي الشعار الخالد الذي أطلقه المرحوم الرئيس هواري بومدين عندما قال نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. نحن في الواقع نشعر بهذا أكثر مما نسمعه، ونراه أكثر مما نسمعه.